يعني احنا دوكا بالك الملاكمة، ولينا احنا سفراء الملاكمة، يعني لازم نمثلوا صورة جيدة للملاكمة، ونخلوا دايما الفتاة الجزائرية ولا أي فتاة تشوف الرياضة كأي الملاكمة كأي رياضة من الرياضات، يعني ما تتخلاش عن ما يش حتجردها من الأنوثة تاعها، ولا يعني داخل الميدان ملاكمة وخارج أنثى. كما قلت لي على الملاكمة النسوية، الملاكمة النسوية بالك فطنت مور أولمبياد طوكيو، باسكو لأول مرة في التاريخ تأهلنا 3 ملاكمات الألعاب الأولمبية، ما يعني ما درناش نتيجة، وفما اللي حسينا بالمستوى تاعنا اللي كان لازم يتطور ولازم نخدمه عليه. ودوك المستوى تاع الملاكمة الجزائرية راه مستوى عالمي، ما حققنا في بطولة العالم ميداليتين، ميدالية فضية خليف إيمان وميدالية برونزية شايب إشراق. تحية كبيرة ليهم. تحية كبيرة ليهم، يعني أنا ما حالفنيش الحظ، شوية في القرعة كانت كما يقولوا قاسية بالنسبة لي، ولكن الحمد لله خلفت المجهودات تاوعي واش تعبت في الألعاب. ربح أبد المتوسط للملاكمة النسوية، تحصلت على 5 ميداليات، 3 ذهبية وواحدة فضية وواحدة ما شاء الله. برونزية.